في أسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع. أهلا وسهلا بك لينا معنا. لينا، سأبدأ بالحديث عن العملات الأجنبية بشكل عام. اليوم نتحدث عن الين وأيضا السويسري ذهب إلى الانخفاض بشكل عام، أيضا اليورو ذهب إلى الارتفاع. ما الذي يحدث اليوم بسوق العملات بشكل عام؟ مرحبا بك، صباح الخير. بالنسبة للين الياباني والتراجعات اللي عم نشوفها، الانخفاضات بشكل محدود، هذه الانخفاضات والأسباب أنه بنك اليابان المركزي ثبت سياسته التحفيزية كما هي، أبقى أسعار الفائدة كما هي، لأن البنك اليابان أو اليابان بشكل عام تحتاج إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي في ظل ارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا الذي أضر بالاقتصاد الياباني، وشهدنا كيف أن التضخم يعني بالمنطقة السالمة، نحن نتحدث عن -0.13% بالسالب، فتثبيت أسعار الفائدة كما هي جعل شهدنا بعض التراجعات على الين الياباني. ولا ننسى أنه الدولار الأمريكي رغم استقراره في جلسة اليوم، لكن هناك في قوة في الدولار الأمريكي، نحن نتحدث عن مستوياته الأعلى في شهر عند مستويات تقريبا فوق 93 نقطة، فبالتالي مرجح مباشر الدولار الأمريكي إلى الارتفاع، لأنه في هناك حالة من الترقب للحدث الأبرز هو قرار الفدرالي الأمريكي اليوم بشأن توقيت تقليص برنامج مشترياته من السندات البالغة 120 مليار دولار شهريا، فإذا كانت سياسته تشددية فسيكون ذلك لصالح الدولار الأمريكي وسلبا لأسعار الذهب، وإذا كانت أقل تشددية وأقل من التوقعات فسيكون هناك تراجعات للدولار الأمريكي، فبالتالي الأسواق تترقب ذلك. لهذا السبب نشاهد استقرار اليوم على مؤشر الدولار الأمريكي. اليورو على رغم بعض الارتفاعات التي نشاهدها القليل، يعني نوعا ما، لك الاتجاه بشكل عام هبوطي نتيجة كما ذكرنا قوة الدولار الأمريكي وأيضا توقعات البنوك المركزية بالتعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، وسرعة تحرك البنك الفدرالي الأمريكي أكبر من تحرك البنك المركزي الأوروبي، فمستمر اليورو باتجاهات الهبوط الحين، يعني الاتجاهات العامة هابطة لحين قرار صدور الفدرالي الأمريكي هذا اليوم، فالأسواق تترقب ذلك وتتحرك العملات على إثر ذلك. نعم، أيضا لينا، ماذا عن فعليا الأسواق العالمية؟ هل ما زالت تتأثر بما يحدث في الصين وانهيار أكبر الشركات العالمية العقارية؟ نعم، شهدنا الأسواق الأسهم الأمريكية أمس على استقرار بعد تراجعاتها بشكل كبير خلال جلسة أمس. الأسواق الآسيوية اليوم شفناها على بعض التباين بين الأسهم اليابانية نتيجة تراجعات نتيجة قرار البنك الياباني المركزي، وأيضا نتحدث يعني استقرار لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأسواق الصينية على بعض من الارتفاع نتيجة ما حدث في أكبر شركات أو ثاني أكبر شركات التطوير العقاري إيفرغراند، الذي يعني ما هدأ من سلبية الأسواق هو أنها قامت هذه الشركة نوعا ما بتسديد جزء من ديونها لحاملي السندات، مما خفف من وطأة المخاوف والهلع الحادثة في الأسواق. فيعني نحن نعلم أنه أكبر هذه الشركات مهددة بالإفلاس، قيمة ديونها تبلغ 300 مليار دولار، لديها ديون أو كوبونات تستحق خلال 23 من سبتمبر، نحن نتحدث عن 84.5، وأيضا إذا ما خانتني الذاكرة 42.5 التي تستحق في 29 من سبتمبر، فهل هي قادرة فعلا على الوفاء بسداد ديونها؟ وهل الحكومة الصينية سوف تمنع إفلاس مثل هذه الشركة؟ لأن نحن نعلم أنها هذه الشركات
مثل هذه الشركة منكشفة على 250 شركة، يعني متوزعة بين جهة مصرفية وجهة غير مصرفية، فبالتالي سوف ربما تنقل هذه العدوى إلى القطاع المالي، القطاع المصرفي والقطاع العقاري، ونحن نعلم أن الصينية ثاني أكبر اقتصاد في العالم وربما يهدد الاقتصاد العالمي. فالأسواق الأمريكية بشكل عام تترق من جهة ارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا، المخاوف من تعثر الاقتصاد العالمي، لدينا أيضا رفع سقف الديون في الحكومة الأمريكية، وهذا الأمر مهم جدا يجب أن نترقبه. نعم لينا، أيضا هناك تجارب سابقة للحكومة الصينية بعدم سماح لبعض الشركات بالإفلاس والتدخل مباشرة، سواء كان التدخل مباشرة بالكاش أو حتى بالأسهم أو بشراء بعض الملكيات. نعم فالحكومة الصينية بالفعل يعني تتدخل لمنع انزلاق اقتصادها من تلك الشركات المهددة بالإفلاس، ولها تجارب طبعا سابقة، ولا نريد أن تتكرر ما حصل في شركات أخرى كانت عالمية مهددة بالإفلاس، فالسيناريو لا نريد أن يتكرر ما حصل في عام 2008. فبالتالي ربما الحكومة الصينية سوف تمنع من حدوث أي إفلاس أو تهديد للشركة، لما سينجم عن انتقال عدوى أو سلبية للقطاع المالي والقطاع المصرفي. فبالفعل اليوم نشاهد هذا التباين بعد تسديد جزء من ديونها لحاملي السندات لإفرغراند، فهذا ما أعطى بعض الإيجابية. لكن أسواق الأسهم الأمريكية بشكل عام لديها هناك بعد أن وصل القرار للكونغرس الأمريكي بالنسبه لما قالته جانيت يلين برفع سقف الديون، فهناك خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين الان، يمكن ربما يلاقي بعض العراقيل، فهذا ما يسبب بعض التراجعات ايضا على مؤشرات الاسهم الامريكيه وترقب للفدرالي الامريكي وايضا ارتفاع عدد الاصابات في فيروس كورونا. نعم لينا قنوع المحلل الاول للاسواق في إكويتي جروب الماليه، شكرا جزيلا لك.